السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، اليوم سوف أشرح لكم كيفية إنشاء موقع اختصار روابط والربح منه 20,000 دولار يوميا حسب عدد مستخدمين الموقع، حتى يمكنك أن تعطي الأشخاص المشتركين في الموقع أو العملاء مال مقابل ما بذلوه من طاقة. أولا دعونا أعرفكم على موقع اختصار. فالمطلوب منكم هو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط لايك وعمل مشاركة للفيديو. أما إذا كنتم تشاهدون على فيسبوك فلا تنسوا متابعة حسابي وضغط لايك وعمل كومنت وعمل مشاركة للفيديو. وأيضا لا تنسوا متابعتي على اليوتيوب، سأضع لكم رابط القناة في الوصف. أيضا تابعوني على مواقع التواصل، جميع مواقع التواصل الاجتماعي. أما الآن دعوني أعرفكم على ما هو موقع اختصار الروابط. أولا خدمة تقصير الروابط أو خدمة الروابط القصيرة بالإنجليزية URL Shortening هي خدمة حديثة نوعيا في عالم الإنترنت، وهي تعتمد ببساطة على تقليص أو تقصير طول الرابط الأصلي في عدة مقالات، حيث ظهرت في بداية سنة 2002 من موقع Tiny URL. وحينها وفي تلك الفترة ظهرت أكثر من 100 وفي تلك الفترة لقد ظهر أكثر من 100 موقع مشابه يقدم نفس الخدمة، وعبارة عن الموقع يقوم بصنع رابط جديد، وعندما دخول الزائر لهذا الموقع أو الرابط يقوم الموقع بإعادة التوجيه إلى الرابط الذي يريده أو الرابط الأصلي. فإن خدمة موقع إنشاء موقع اختصار روابط يمكنك جني منها مال كثير، حتى أنت يمكنك أن تعطي الأشخاص الذين يسجلون في الموقع مال مقابل ما كسبوه. كما ترون هذا هو الموقع الذي نريد إنشاؤه. دعونا أختصر لكم رابط. صح العنوان، قوم بكتابته هنا. كما ترون أنت يمكنك كسب المال من خلال الإعلانات، الإعلانات التي تظهر هنا، حيث أن المستخدم يشاهد الإعلان وأنت تربح في هذه الفترة. هنا سوف تجدون هذا المال. هنا في هذه الفترة حيث تظهر الإعلانات وأنت أيضا يمكنك الربح من هذه الإعلانات. خذ الرابط. كما تلاحظون الموقع يقوم بعرض الإعلانات، لكنه له لكن هذا ليس إيجابي. كما تلاحظون لو تم إعادة توجيهي إلى الموقع الذي كنت أريد الذهاب إليه. أما الآن سوف أشرح لكم لوحة إعدادات المستخدم أو المشتركين في الموقع. هنا لو واحد عايز يسجل في الموقع يدوس تسجيل دخول. هنا لو شخص ما عايز يرسل بلاغ، لاحظتم هنا إجمالي العناوين التي تم اختصارها في موقعي 1007. هنا المستخدمون المسجلون في موقعي 1103. هنا مجموع الثغرات، مجموع النقرات 101. أما الآن سوف نقوم برفع السكريبت. فأنت كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى هذا المقال. فأنتم كلكم ما عليكم فعله هو الذهاب إلى الوصف، وسوف تجدون رابط يحولكم إلى هذا المقال. هنا حيث سوف تجدون جميع الشروحات التي ذكرتها في الموقع. ستجدون جميع روابط المواقع التي مذكورة في الشرح. دي هنا لمعاينة الموقع الذي قمت بإنشائه. هنا تحميل السكريبت أو تحميل ملفات الموقع. هنا مواقع الاستضافة. أولا يجب عليك أن يكون لديك استضافة ودومين. أنا هنا قد وضحت لكم جميع مواقع الاستضافة المتميزة سواء كانت مجانية أو مدفوعة، حتى أنت يمكنك أن ترفع هذا الموقع الاستضافة المدفوعة والمجانية، لكن أنا أفضل أن ترفع هذا الموقع السكريبت على الاستضافة المدفوعة حتى الموقع
يكون متميز ويظهر بشكل كامل. أما إذا رفعت في المجانية حيث أن بعض المميزات لا تعمل بشكل جيد. أنا لقد سجلت على موقع انفينيتي فري. طريقة التسجيل في موقع انفينيتي فري سهلة جدا، وهو موقع مجاني يمكنك استخدامه، حيث يعطيك يعني 6 مواقع، حتى أنت يمكنك إنشاء قرابة 100 موقع مقابل حساب واحد، مقابل تفعيل حساب واحد. فأنا هنا قرأت أنشأت أكثر من 100 حساب، ولدي أكثر من 1000 موقع قمت بإنشائها. تخش بعد التسجيل، إذا أنت استخدمت الاستضافة المدفوعة يمكنك رفع الموقع مباشرة، أما إذا استخدمت الاستضافة المجانية يجب عليك أن تقوم بتنزيل فيتي أب، بروتوكول نقل الملفات الذي نستخدمه لنقل الملفات في الاستضافة المجانية، حيث أن هذا التطبيق متاح على جوجل بلاي وآب ستور، يمكنك تنزيله من هنا. بعد ذلك نذهب إلى التطبيق الموقع. هذا هو أيضا موقع لرفع الملفات، وهذا أيضا جميع هذه التطبيقات لرفع الملفات. هذا هو اسم الموقع. طريقة التسجيل في هذا الموقع، هنا قال لك البروفايل ده يعني يسموه اسم. هنا الهوست، يمكنك أن تحصل على هذه المعلومات من لوحة التحكم الخاصة بك في الموقع الذي سجلت به. أنا مسجل حساب من جديد. فبعد ذلك تقوم بالدخول إلى ملف الهوست ديسك. هذا هو، أنا رفع الملفات من قبل. فمثلا لو عايز ترفع ملف، تقوم بالدخول إلى المكان الذي نزلت فيه أنت الملف أو حفظت فيه الملف. مثلا أنا هنا حافظ الملف في ملف الدونالد. فطريقة رفع الملفات سهلة جدا، فكل ما عليك فعله هو تحديد الملف. كل ما عليك فعله هو تحديد الملف هكذا، وتقوم بضغط أبلود، وبعدها سيقوم هكذا. وسوف يرفع معك الملفات تلقائيا. أنا لقد رفعت الملفات من قبل، لذلك لست بحاجة لرفع الملفات من جديد. سوف أذهب إلى لوحة الاستضافة أو السيبنة. لذلك سوف أذهب إلى الفايل مانجا لأتأكد من أن الملفات رفعت بشكل جيد. كما تلاحظون لقد تم رفع الملفات بشكل كامل. ثم الآن نذهب أسحب ونقوم بإنشاء قاعدة بيانات. أولا سوف أقوم بتصطيب الاسكريبت من هنا، هذا ما أحتاج له. يجب عليك أن تدخل رابط الموقع حقك، رابط الموقع الخاص بك، وبعدها خلاص انستول. .vhv بعدها اوكي. اكتب اسم الموقع وخلاص وانستول. هنا قال لك يمكنك أن تستمر التثبيت حيث يتم استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات. أضغط تثبيت. هنا قال لك عايزين اسم المضيف لقاعدة البيانات، اسم مستخدم قاعدة البيانات وكلمة المرور، واسم قاعدة البيانات. أسهل نخليه بالإنجليزي عشان يكون أحسن. سوف أقوم بإنشاء قاعدة بيانات جديدة، مثلا أنا أسميها FE M، وضغط كريكت داتا بيس انشاء قاعدة البيانات. تم انشاء قاعدة البيانات.
أما الآن سوف نقرا على شنو. هنا قال عايز الداتابيس هوست، أيوة اسم مستخدم عائلة البيانات المايكس الهوست نيم، هذا هو. أقوم بكتابته هنا، أمسح لوكال الهوست، ثاني قال لي الداتابيس بورت أخليه زي ما كان. هنا الداتابيس يوزر نيم، عايز اسم مستخدم واحد في البيانات، هذا هو اسم مستخدم واحد في البيانات. هنا قال لك الداتابيس يوزر نيم باسورد، ادخل اسم قاعدة ادخل كلمة السر الخاصة بقاعدة البيانات. هنا يقول لك كلمة السر هي نفس كلمة السر التي دخلنا بها الى السي بانل الى لوحة التحكم، سوف اقوم بادخال كلمة السر الخاصة بقاعدة البيانات. هنا يقول لك الداتابيس نيم اسم قاعدة البيانات، هذا هو اسم قاعدة البيانات. اعمل له نسخ، لا بس وادخله هنا، وبعدها نضغط ساين بيت ارسال حفظ، هنا قال لك هل تريد حفظ البيانات؟ اضغط نعم، بول داتا بيس حفظ البيانات، وانتظر حتى يتم حفظ البيانات في قاعدة البيانات. لا تم حفظ قاعدة البيانات بنجاح. هنا قال لك ادخل الايميل، فمثلا انا اكتب هنا اليوزر نيم اسم مستخدم قاعدة، هنا ادخل معلومات الادمن، يجب عليك ان تحفظ هذه المعلومات. هنا اليوزر نيم، فمثلا انا اكتب حوض 25، هنا الباسورد، فمثلا الباسورد 1 2 3 4 5 6، قال لكم فنج باسورد، إعادة كتابة الباسورد 1 2 3 4 5 6، وبعدها اضغط حفظ حفظ قاعدة البيانات سامبنت، وانتظر حتى يتم حفظ المعلومات. هنا تم حفظ المعلومات بنجاح. لوحة التحكم الخاصة بالموقع، حتى الموقع يعمل معك بشكل كامل، قم بتتبع لوجه صفحة عن المكتب. هنا لوحة الموقع أو لوحة القيادة، هنا قال لك هنا عدد المشاهدة أو زوار الموقع، هنا الأرباح، هنا متوسط الكلفة اللي بألف ظهور، دي هنا أرباح الإحالة، مثلا هنا دي هنا المحفظة، هنا الإحصائيات إحصائيات الموقع أو عدد الزوار أو أي شيء، دي هنا إدارة الروابط، هنا ينسحب، هنا الأدوات، دي هنا الإحالات، هنا الإعدادات، نقوم بالدخول إلى الإعدادات. أما الآن هنا لوحة الإدارة الخاصة بالإدمن أو المشرف، دي هنا الإحصائيات، إدارة الرابط، معدلات الدفع ينسحب المستخدمون الذين سجلوا في الموقع، هنا التقارير أو البلاغات المقدمة، دي هنا خطط العضوية، لو عايز تفعل عضوية مثل العضوية بريم أو العضوية برو أو العضوية المميزة، هنا الفواتير، دي مدونة، هنا لو عايز تضيف مدونة ومذكرة، هنا الصفحات لو عايز تضيف صفحات، هنا الشهادة التوصية، دي هنا الإعلانات، مدير القائمة. نخش إلى الإعدادات، أولا نخش إلى الإعدادات. دي هنا إعدادات الموقع، هنا لو عايز هنا اسم الموقع، دي هنا عنوان التعريف للموقع، مثلا موقع اختصار روابط، دي هنا قال لك الكلمات لتحسين محركات البحث، هنا وصف الموقع، دي النمط،
نمط الصيانة يجب عليك أن لا تقوم بالعبث في نمط الصيانة. لنا إرسال الصيانة المجال الرئيسي منع الوصول المباشر. أيوة هنا لو عاوز شنو تقوم بإنشاء مستخدمين مزيفين أو وهمية. نخش للعملة. هنا لو عاوز تضيف عملة جديدة فأنا يجب عليك أن تخليه في الدولار. يجب عليك أن لا تغير العملة. هنا اللغة. إذا كنت تريد إضافة لغة يمكنك الذهاب إلى الشرح موجود في الملفات أو في السكريبت. هنا التصميم. هنا لو عاوز تغير تصميم الموقع مثلا لو عاوز تغير السيم أو عاوز تغير أي شيء. هنا الروابط. هنا الأرباح. هنا المستخدمون. هنا اندماج. دي كلمة التحقق. أيوة دي هنا الكباتشي. لو عاوز تفعل الكباتشي سوف أضع لكم رابط لتفعيل الكباتشي في الوصف أيضا. يجب عليك أن تفعل الكباتشي لأنها مهمة جدا. دي هنا الحماية. يجب عليك لا تبعث في يجب عليك لا تعدل في هذه الاعدادات. اذا كان لديك استضافه ومعها شهاده SSL يعني موقع حقك امن. اما اذا كان موقعك انت المستعمل استضافه مجانيه وظاهر بهذا الشكل يجب عليك ان لا تعمل في ان تبعث في هذه الاعدادات او لا تعدلها. اذا كان لديك اذا كان الموقع حقك مؤمن بشهاده SSL دس نعم من لا اديها نعم. هنا نعم برضو. نخش للمدونة المذكرة. هنا لو عاوز تضيف مدونة جديدة أو مذكرة. دي هنا وسائل التواصل الاجتماعي. هنا لو عاوز شنو تضيف رابط لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك فيسبوك تويتر انستغرام جوجل بلس. دي هنا وظيفة الكورون. وظيفة الكورون هذه ليست متاحة على الاستضافة المجانية. أما إذا استخدمت الاستضافة المدفوعة يمكنك نسخ هذا الكود وإضافته في الكورون. سوف تجدونه في لوحة استيبان أو لوحة التحكم. أما الآن نخش إلى الإعلانات. دي هنا لو عايز شنو تضيف شفرات برمجية أو إعلانات. سوف أضع لكم يجب عليك أن لا تعمل أن لا تستخدم جوجل أدنس لأن جوجل أدنس ليس متاح لهذه المواقع مثل مواقع اختصار الرابط. لذلك سوف أضع لكم رابط لمواقع الإعلانات سوف تجدونها في المقال. دي هنا يسحب البريد الإلكتروني. دي هنا تسجيل الدخول الاجتماعي. لو عايز شخص ما يسجل عبر فيسبوك أو جوجل أو تويتر هنا حيث متاح فيسبوك وتويتر وجوجل. سوف أضع لكم روابط هذه المواقع أيضا في الوصف. فكل ما عليك هو فقط تسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك كونسرول لوحة المطورين. بعدها تقوم بإنشاء حساب تقوم بإنشاء تطبيق ثم بعد ذلك يعطيك تقوم بإدخال معلوماتك إدخال معلومات كاملة عن الموقع الخاص بك أو التطبيق. من بعد ذلك سوف يعطيك معرف التطبيق والكود السري يمكنك إدخاله هنا. كما يمكنك فعل هذا مع تويتر وفيسبوك وجوجل وإنستغرام أو أي موقع. فأما بالنسبة بينا طرق الدفع عاوز تضيف طرق الدفع جديدة. فمثلا هنا مفعل الآن هنا مفعل باي بال تمكين المحفظة يعني المستخدمين يمكنهم حفظ أموالهم في المحفظة تلقائيا أو المشتركين في الموقع. أنا هنا مفعل باي بال. هنا تمكين الرابط للحصول على تعليقات إعلانات النهر. هنا أعزائي المشاهدين انتهينا من الشرح. يمكنكم مشاهدة الشرح كاملا حيث سوف تجدون الشرح مرفق مع ملف الإسكريبت. سوف تجدون الشرح هنا. دي هنا script denomination. دي هنا الشرح.
كل ما عليك أن تفتح هذا الملف في جوجل كروم. لأنه يجب عليك أن تستخدم جوجل كروم، لأن جوجل كروم يوجد به ميزة الترجمة، حيث يقوم بترجمة الموقع. هذا هو شرح كامل ومفصل لكيفية استخدام الموقع، أو عن كيفية إضافة، أو إذا كنت تريد إضافة لغة، يمكنك الذهاب إلى الشرح هنا، حيث تجد جميع الشروحات المذكورة، وكيفية استخدام الموقع، أو عن كيفية أن تحمي الموقع من المهاجمين أو الهاكرز. هذه هي جميع هنا، حيث تجدون جميع الشروحات مذكورة هنا في الوصف. أما الآن قد انتهيت من الشرح، أنا هنا قمت لكم بإنشاء دورات اجتماعية. هنا قمت بإنشاء موقع وتطبيق مثل سناب فيو، هنا إنشاء موقع وتطبيق تواصل اجتماعي مثل تويتر، هنا إنشاء موقع وتطبيق تواصل اجتماعي مثل فيسبوك. أنا هنا شرحت لكم كيفية. لدينا هنا عدة دورات، منها دورة إنشاء مواقع تواصل اجتماعي مثل تويتر وتيك توك وإنستجرام، سوف تجدونها هنا في قائمة التشغيل كما تلاحظون. دورة إنشاء مواقع تواصل اجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك ولايكي، هنا دورة تصميم قوالب بلوجر، هنا مشاكل وحلول مواقع الهكر، هنا أفضل طريقة لعمل موقع متعدد اللغات، هنا دورة البرمجة بلغة الباشا. أنا هنا في قناتي لدي عدة دورات. أعزائي المشاهدين، سوف تجدون جميع الشروحات المذكورة في المقال في الوصف في كل ما عليك. أعزائي المشاهدين، كما ترون لقد انتهينا من الشرح. أما لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس وضغط لايك وعمل مشاركة للفيديو. وأيضا إذا كنتم تشاهدون على فيسبوك فلا تنسوا متابعة حسابي واضغط لايك وكومنت واعمل مشاركة للفيديو. ولا تنسوا متابعة قناتي على اليوتيوب، سوف أضع لكم رابط القناة في الوصف. وأيضا متابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنكم أيضا زيارة المواقع التي قمت بإنشائها، سوف أضع لكم رابط المواقع التي قمت بإنشائها في الوصف. للمزيد من المعلومات أو عن كيفية استخدام السكريبت أو عن كيفية استخدام الاستضافة أو رفع الاسكريبت، يمكنكم مراسلتي عبر الواتساب، سوف أضع لكم رقمي في الوصف. وشكرا على المشاهدة.